بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل اعزائنا المشاهدين في كل مكان. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج صوت النجوم. طبعا انا سعيد جدا اني دايما بكون متواجد معاكم، وشرف كبير جدا ليا بمتابعه المشاهدين كل اصدقائي المحترمين في كل مكان. ايضا دلوقتي توسع البرنامج بشكل كبير، ويبقى هنا الحمد لله متابعينا في وطن العربي بشكل كبير، ده بيدل على ان في مصداقيه كبيره للبرنامج، مش بالفضل طبعا لحاتم عسكر اطلاقا، لفريق العمل المحترم اللي دايما بشيد بيه في كل برنامج وفي كل وقت، حتى كمان خارج البرنامج بشيد بكل اعضاء فريق العمل. بشكركم شكرا جزيلا انه بتظهرونا بشكل محترم. صعد النجوم اعزائي المشاهدين، خلاص الفتره الحاليه والفتره القادمه تغير بشكل كبير جدا، تغير اعلاميا وحتى كمان بشكل ان احنا نطلع على الشاشه للافاده اكبر. احنا عندنا في مصر مفيش بلد في الدنيا فيها مشاكل، ولكن في مصر احنا شعب دايما عشان معظمنا او يمكن كلنا بنجري على لقمه العيش، نشتغل عشان ناكل ولادنا ونصرف على اولادنا ونعيشهم في شكل كويس وعيشه محترمه. الكل بيجتهد، رجال وسيدات واطفال، حتى الكبار دلوقتي اللي واخدين دايما على الاجتهاد والتعب ما بيقعدوش في البيت، بينزلوا يشتغلوا وبيروحوا اماكنهم. ده بيدل على ان احنا شعب مش هنرضى ابدا بالقهر، او ان احنا نبدا ان حد يحتلنا من جديد، او ان احنا نبقى نعيش مقهورين. ده الفكر الجديد اللي بدانا نشتغل عليه في برنامج صوت النجوم، ويبقى ليه طله كبيره. بدل ما يبقى رياضيا فقط لا غير، هنطلع على الرياضه وهنديها حجمها الطبيعي والكبير، مش علشان الفريق الاول او الدرجه الثانيه او الثالثه او الرابعه، لا، علشان نطلع جيل كويس، نطلعه بشكل محترم، نحافظ عليه ليس فقط رياضيا، عندنا تربويا مهمه جدا في الوقت اللي احنا فيه، صحيا كمان، تعليميا. احنا دلوقتي اصبح الموضوع متشعب، يمكن لما اتحطينا في اختبار قوي وهو اختبار كورونا، للاسف الشديد ظهرت فينا اكيد طبعا بعض العيوب، وهو ده اللي ممكن الدولة لما تتحط تحت ضغط كبير تظهر قوة الدولة. والحمد لله أكيد في الوقت اللي احنا فيه الرياضة خدت حجم كبير جدا غير الدول، تنظيمها طبعا لكأس العالم لكرة اليد، ودي حاجة محترمة في ظل الظروف اللي احنا فيها. أيضا كمان الأنشطة الرياضية بشكل كبير، وهو دلوقتي اللي بيتفوق فيه النادي الأهلي كبير أندية مصر وكبير أيضا أندية الإفريقية، مش بكلامي طبعا، ولكن باللي عمله النادي الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة بوصوله وبلوغه طبعا لكأس العالم للأندية، واللي أكيد شرف كل المصريين ليس فقط الأهلاوية على النطاق الخاص، ولكن زملكاوية اسماعيلاوية أهلاوية، الكل دايما دايما بيبقى مبسوط. النادي الأهلي مبسوط جدا باللي عمله واللي بيحصره بشكل محترم جدا، واللي دايما تألقه باين إنه لما بيكون تحت ضغط بيقدر إزاي يحافظ على الضغط ده، بيقدر ازاي يحافظ على النجاح ده. قدم لنا حاجه محترمه جدا النادي الاهلي المصري، مش هقول النادي الاهلي القاهري او هقول النادي الاهلي بخصه بنادي، لكن بخصه بدوله. هو ده النادي الاهلي المصري اللي قدم سيمفونيه محترمه جدا. طلع اقاويل كتير جدا في المباراه ان نادي الدحيل زود احترامه للنادي الاهلي وخلى الشوط الاولاني بالشكل ده، والشوط الثاني اللعيني لما فريق الدحيل تخلى عن احترامه النادي الاهلي بدروا الهجوم. طبعا كلام خاطئ جدا، مفيش حاجه اسمها انا بحترم المنافس اكتر من اللازم عشان يغلبني، مفيش الكلام ده. انت في دوله بتلعب في ملعبك بطوله بتاعتك، وبتلعب النادي الاهلي اللي هو كبير الانديه الافريقيه. لو انت عايز تغلب النادي الاهلي او تفوز عليه في الملعب، لكن مش بعد ما تخلص المباراه نقول ان احنا احترمنا النادي الاهلي زياده عن اللزوم فالنادي الاهلي فاز، مفيش الكلام ده. النادي الاهلي ضيع من تحت ايده فوز قياسي في بطوله العالم للانديه. يعني ايه قياسي؟ يعني كان يبقى فيه عدد اهداف. ولكن انا لا اختلف تماما خالص عن الفنيات وموسيماني حلو او وحش او الكلام ده كله، ولكن الاهلي دايما بيلعب بالفانيله الحمراء، بيلعب برجالته. يعني لو ما فيش عندنا مدرب، مش عايز اقول كلمه لو عندنا عشان الناس ما تحسبهاش عليا ان انا اهلاوي ومش زملكاوي، انا مصري بتكلم هنا باللغه المصريه. لو احنا عندنا في اهلي وزمالك واتحطينا تحت ضغط بدون مدرب هيحصل ده. صالح سليم الله يرحمه لما كان بره وكان تعبان ومريض، كان النادي الاهلي ماشي على عجين ما يلخبطوش. هو المبادئ كده، وهي الادارات كده، والنجاح بيجي من كده. اذا غاب رب البيت القائد البيت كله بيمشي مسطره، لكن لو رب البيت بتدف ضاربا الدنيا كلها تبقى بلوزه. هو ده اللي انا بتكلم فيه، والنادي الاهلي عمله بشكل كبير. بشكر اللعيبه وبشكر بعثه النادي الاهلي. اللقاء القادم في بايرن ميونخ اللي هنقابل فيه بايرن ميونخ، ايا كان الاهلي كده محطوط في مستوى يا الثالث يا الرابع. لو حصل
وكسبنا بايرن ميونخ ممكن الامور تبقى صعبه. صعبه. بايرن ميونخ لسه فايز على برشلونه 8-0. برشلونه حجم كبير، كل مباراه وليها مقاييس، كل مباراه وليها اداء وليها وضع معين، لكن الاهلي هو فريق مصري. معنى كلمه مصري انه مش هيبقى مستهدف انه يبقى صيد سهل، حتى لو اتغلب يتغلب بشكل كويس. ده اللي انا عايز اقوله علشان ما نجيش نقول بان النادي الاهلي قدام فريق تعبان وبان قدام فريق قوي. ارجو من الاخوه الزملكاويه وكل الناس الرياضيين في مصر مسانده الاهلي، لانه اكيد في يوم من الايام ابنك الصغير لما يكبر ويسمع بودانه انه في فريق عنده قوي بيلاحق الفرق العالميه والفرق الكبيره في مصر. ده الهدف من ان احنا مصريين، خلونا دايما سواء في قطر، في السعوديه، في الامارات، في اي دوله من الدول العربيه كلها، يبقى عندنا ناس نفتخر بيهم. الزمالك يجي عليه يوم من الايام ويبقى قوي ويبقى برضه بيناطح الفرق الكبيره مش بس في مصر، خارجيا كل الفرق المصريه نتمناها كده. بشكر طبعا الدكتور اشرف صبحي على اهتمامه الشديد خلال الفتره الرياضيه، الفتره اللي احنا فيها دي في كورونا، مع ان في حاجات ممكن تكون صعبه شويه وهي وقف لبراعم والناشئين، الموسم بتاعهم كده انتهى وخلص، معلش هي ظروف صعبه، هي كورونا اللي حطتنا في الموضوع ده. ولكن لو الامور طبيعيه اكيد في ظل الازدهار اللي عامله النادي الاهلي المارد الاحمر اكيد الموضوع كان هيختلف. دي حبيت انوه عليها لحضراتكم بشكل كبير. الف مبروك للنادي الاهلي الفوز المحترم والكبير جدا في العاصمه القطريه، وده كان مهم جدا مش بس سياسيا، لا سياسيا ورياضيا وتجاريا ومعنويا كمان للنادي الاهلي. ان شاء الله يبقى ليهم لقاء هام جدا في البايرن. حاجة تانية طبعا أنا بعزي طبعا المصريين والفنانين بصفة عامة، وفاة طبعا الفنان الكبير عزة العلايلي النهاردة، واللي أسرى الحياة الفنية بصراحة بأعماله المحترمة، والمحترمة دي هنحط تحتيها 100 خط، لأن هيبقى في لقاء النهاردة مع فنانة لينا عبير فاروق بشكل كبير وبشكل محترم. هو الفن راح فين وجه منين؟ مش هنسأل بقى الأسئلة بقى اللي إيه لبس حضرتك ايه والشعر ايه والميك اب ايه والكلام بتاع البرامج اللي هي ما بنستفدش منها حاجه. خلينا نكون على ارض الواقع. حاتم عسكر بيقدمها بشكل كبير، ومعاه طبعا الاعلاميه المحترمه مي البدوي، وطبعا معانا النهارده نموذج محترم للعائلات، العائلات المصريه نحافظ عليها ازاي، هو ده صائد النجوم. حتى مع حضراتكم فاصل بسيط ونستقبل بقى ضيوفنا عشان ما اطولش عليكم في المقدمه، ونقعد قعده جميله كده ونتكلم مع ضيوفنا ونسير كل القضايا الهامة للمصريين. حاتم عسكر، واستنوني بعد الفاصل. رجعت طبعا لحضراتكم بعد الفاصل المهم، وطبعا لحلقات الأساسية، ونبدأ بشكل كبير بشكل محترم التقاليد والأصول وحاجات كتير غابت عننا. علشان كده هسيب مي البدوي ترحب بضيفنا النهاردة، وهي اللي هتقدم الفقرة دي وتستقبل الرجل العظيم والشخصية المحترمة في برنامج صائد النجوم. أهلا وسهلا بيكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامج صائد النجوم، حلقة جديدة مميزة جدا غير كل مرة من صائد النجوم. دايما معانا نجم في الرياضة، النهاردة معانا نجم في الصحة والجمال. الصحة لأن هو نجم كبير قوي في الطب، والجمال لأن هو جمال الروح والأخلاق والرقي في التعامل والأسلوب وكل حاجة. رجل بمعنى الكلمة، إنسان متسامح ومتصافي مع كل الناس. هو مش بس ناجح في مهنته كطبيب، هو ناجح في حياته العملية والعلمية، وشرف لأي حد بيقرب منه وبيتكلم معاه وبيتعامل معاه في أي مكان موجود فيه. قيمة وقامة كبيرة جدا 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 في عالم الطب وفي عالم الإنسانية وفي عالم العائلات الكبيرة قوي. شرف لكل مصري. يا رب كل الشباب وكل الأطفال وكل الكبار بيتفرجوا علينا النهاردة يقتدوا بيه ويكون مثلهم الأعلى ويتعلموا منه أصول العائلات الكبيرة المحترمة. معانا النهاردة الاستشاري الكبير دكتور محمد عسكر، استشاري طب الفم والاسنان وزراعه الاسنان كمان. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك استكول، ربنا يبارك زي حضرتك يا دكتور. بارك الاستاذ حاتم، ان شاء الله دايما كده معاكوا على طول باذن الله. نورتنا يا دكتور، ربنا يكرمك. مبسوطين جدا جدا بوجود حضرتك معانا. والله مبسوط جدا انا دكتور محمد عسكر، القيمه والقامه الكبيره، ربنا يكرمك، وعميد عائله عسكر. طبعا بشكرك شكرا جزيلا يا مي على المقدمه المحترمه دي اللي انت قلتيها، وده مش غريب طبعا على تقاليدنا واحترامنا، لازم ندي الكبار حقهم في كل حاجه. سريعا نبدا مع دكتور محمد عسكر
مين هو دكتور محمد عسكر اللي عمالين نقول فيه قصايد، وطبعا مهما نقول مش هنوفي طبعا مين هو دكتور محمد عسكر. عرفنا بقى مين محمد عسكر في سطور بسيطة. محمد عسكر ده من مواليد 41، تخرجت سنة 63 من كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، خدت دبلومات بعد ما خلصت، سافرت خدت ماجستير من أمريكا، قعدت فيها سنتين درست الحمد لله زراعة الأسنان في أولها. الكلام ده كان في سنة أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، كان لسه زراعة الأسنان بندقها بالمسامير، يعني مسمار كده ندقه في العظم، كان غريب جدا وصعب جدا. عيادتي موجودة في شارع القص العيني، بقى لها دلوقتي يقولوا إيه 55 سنة، حد يصدق؟ يمكن تكون أقدم عيادة في مصر حقيقي، لأن كل زمايلي اللي في دفعتي من سنة 63 معظمهم بطل شغل. ده ما شاء الله ربنا يديك الصحة. العيادة ما زالت مفتوحة، بتستقبل الناس كتير. من حاجات العيادة الجميلة الشخصيات الحلوة اللي كنت بتعامل معها من زمان، من الستينات لدلوقتي أجيال، من يعني أقول لكم إقامات كبيرة، السادات كان زبوني، طقم بتاع الرئيس حسني مبارك كان زبايني، ما شاء الله، فنانين وفنانات مصر معظمهم، بداية بالعظيم محمود ياسين الله يرحمه، والله يرحم العلايلي النهارده الله يرحمه ويطرح في ابنه البركه دكتور اسنان معانا، وشخصيات كبيره قوي، فاروق الفيشاوي، طقم عادل امام كله. يا دكتور حضرتك عاصرت شخصيات مهمه جدا كتير جدا كتير. اه والله يمكن حبيب. ده بقى النهارده السبب ان احنا المعاصره الكبيره اللي حضرتك عاصرتها، ولكن في سؤال ملح جدا ما هي عايزه تساله الناس كلها لما بيجي لها الوجع، بيبقى هي هتقوله بقى تساله لحضرتك، يعني بيجوا لحضرتك بيشتكوا وجع طول الليل وعياط طول الليل، الم مفاجئ من غير اي مقدمات. ده صحيح، ده صحيح. ايه اللي بقى بيحصل بيسبب الوجع ده كله؟ اللي بيحصل احنا كشعب مصر كسلانين. وانا اقوله بنخاف من دكتور السنان، بنخاف من كل حاجه والله، الابره، العلاج، فدايما المجهول الواحد بيخاف منه، زي ما تكوني داخله اوضه ضلمه ما انتش عارفه فيها ايه، فبتبقي حريصه. عندنا في الاسنان ما باجيش انا او غيري الا لما الالم يبهدله شهور طبعا، وياخدوا ادويه المسكنات بشكل غير طبيعي، وبعدين يقول لك في الاخر الحقني. طب الحقك ازاي بعد ما خلصت على نفسك انت العمليه؟ انما الحمد لله، الحمد لله من الخبرة برضو الواحد بيقدر يسحب الألم ويريح الناس. الحمد لله. طبعا دكتور حضرتك احنا مش هنخوض في التاريخ الكبير في طب الأسنان حضرتك، ولكن كفاية جدا جدا ان المريض لما بيجي عندك حتى لو هو عنده وجع، كمية بس الراحة اللي بيقابلها في وشك والتعامل معاك ما بيحتاجش، ويمكن دي بتأثر معاك في الكشف، ان الناس بتيجي بس ما تعملش حاجه، تاخد منك الكلمتين وتروح. انا بقول لك حاجه حضرتك دكتور، انا بعمل كده بخيف كفايه معامله حضرتك معاهم بس. دكتور محمد، عائلات مصر للاسف الشديد بعد طبعا من انتشار السوشيال ميديا بشكل كبير وحاجات كده كتير جدا جدا، تقاليدنا واصولنا وتربيتنا اختلفت كتير عن الماضي، وحضرتك عصرت اجيال محترمه، وطبعا ربنا يديك الصحه والعافيه. فكرة بداية انك تعمل شجر للعيلة، بداية ان انت تتواصل، دي جات لك الفكرة ليه؟ هل دي وصولا لحاجة تجارية انت عايز تجري لها، ولا وصولا لحتة انسانية؟ مش عايز احرق الكلام بتاع حضرتك، اتفضل قول. هقول لحضرتك حاجة جميلة جدا، سبحان الله، ولا هي شطارة مني ولا هي مجهود ولا هي حاجة، هي تكليف من ربنا سبحانه وتعالى، تكليف انك انت الراجل ده يعمل الشغل ده، لان محدش غيره هيعرف يعمله. مش شكرانيه فيا انا، الحمد لله عندي مقدره وصابر كتير، اصبر واقدر اركز واجمع، والا ما كنتش ابتديت مع اخويا حبيبي الله يرحمه محمد بدوي، الله يرحمه رحمه طبعا وغفران ليه، استاذ محمد بدوي طبعا عسكر ربنا يدعوه، راجل محترم محترم جدا وشخصيه الكل بيشهد بيه بصراحه طبعا. فالحمد لله بديت معاه، كنت بكلمه في التليفونات من سنين، وبعدين قلت له هنفضل نكلم بعض من بعيد كده، خدت بعضي ورحت له وتم اللقاء، وابتدى اللقاء، وابتدينا نتحرك انا وهو، وابتدينا
المحافظة الشرقية في الأول إنها بتاعته، بعدين ابتدينا بقى جميع أنحاء الجمهورية، ضم علينا بقى الحاج حسن بعدين والحاج حسن بعد، يعني كده بعد سنين طويلة الحمد لله. فلفينا كتير وجمعنا كتير والحمد لله بتكليف من ربي سبحانه وتعالى. تم شجرة العيلة. سؤال النهاردة ممكن نفاجئ المشاهدين إن حضرتك تقول لهم النهاردة تعداد تقريبا العيلة أو عيلة حضرتك طبعا واللي بتشرف ده واحد منهم، وصلنا كام بالظبط؟ أنا متأكد والكتاب موجود والأسماء موجودة من 50 لـ70 ألف. ما شاء الله 50 لـ70 ألف في 145 موقع في مصر، غير موقع لبنان وبيروت، غير موقع سوريا ودرعا، غير موقع العراق، عندنا في تونس والمغرب وليبيا فروع عسكر، وعندنا في أمريكا وكندا، بس لسه لم أتواصل معهم لأن حقيقة الضغط عليا كتير والعدد كبير وتشابه الأسماء كتير. يعني أقول لك إيه، يعني عشان أطلع تاريخ عيلة يمكن تاخد مني شهور، وممكن عيلة ربنا بيسهل وتاخد وقت قليل، إنما مجهود جامد جدا خصوصا تشابه الأسماء. وكمان مش كده، ده في ناس كتير جدا من العيلة في أماكن دلوقتي ما كانوش فيها قبل كده وما تولدوش فيها وتحركوا كتير، فبتختلف الأمور كتير. طيب سؤال برضو زمايلي، هسألك سؤال حضرتك لأن في سؤال برضو بعد سؤال أنا عايز أسأله ليك، سؤال مهم جدا. صلة الرحم راحت فين دلوقتي؟ ليه ما بقتش موجودة؟ ليه الناس ما بقتش بتتكاتف وتحب بعض وتبقى مع بعض زي ما حضرتك حابب أن نتجمع كل العيلة من 145 محافظة؟ بيجينا في الأسبوع كام زيارة من أهل عسكر؟ ياه عدد لا نهائي. يعني الله يعين حضرتك ستة. إن أنت قادر توفق بين الشغل وما بين العيلة. خمسة ستة كل يعني في مرتين ثلاثة في الأسبوع، تبص تلاقي الجامعة عندي بدون معاد، واحد من الصعيد، واحد من سوهاج، واحد من أسيوط، واحد من بحر، واحد من إبلي، واحد من غير معاد، ودي حاجة كويسة جدا. والحمد لله شباب العيلة ابتدوا يزوروا بعض شمال وجنوب أو إبلي وبحري. كويس، عملت حلقة تواصل ما بين الناس. تواصل بين الناس وابتدت الناس تزور بعض وبدأ في تفاعل بشكل إيجابي. إيجابي. طيب دكتور محمد، المؤسسة افتعلنا حاجة جديدة وهي اسمها المؤسسة. إيه المؤسسة؟ إشرتها إيه؟ فايدتها؟ وهتعود على العيلة بإيه؟ أنا من كتر حركتنا كنا بنتحرك بالسيارة كتير، فكانت الأفكار برضو بتجيلي، وفي النهاية عايز أنقل الحركة اللي أنا عملتها في إن أنا جمعت من 50 لـ70 ألف واحد. النهاردة عارفين بعض كلهم وده حاجة جميلة جدا، إن أعمل لهم حاجة تفيدهم وتفيد ولادهم وتلم العيلة اللي فيها الكوادر العظيمة دي. عندنا ما فيش حاجة ما فيهاش عسكر، ما فيش منصب ما فيهوش عسكر. يعني ما أعتقدش إن في النهاردة في مصر عيلة قد عيلة عسكر. تمام. واسم رنان كعيلة عسكر، واسم شريف كعيلة عسكر لأنه انتسب لسيدنا رسول الله عليه السلام. تمام. فالنهاردة المؤسسة دي من اسمها بتقول إيه؟ خيرية. طب خيرية يعني يعني اللي معاه يدي اللي ما معهوش. بس أنا بقول لأ، ما اللي هديك مرة مش هديك تاني. تمام تمام. إيه الفكرة بقى الجديد؟ نعمل مشاريع نقدر عليها. زي ايه يا دكتور؟ عندنا ثلاث اربع مشاريع مثلا، منهم ارض زراعيه وهنزرعها. تمام. عندنا مشروع داخلين فيه جامد وان شاء الله يتم يا رب باذن الله. باذن الله. هنعمل مصنع مخصبات زراعيه. تمام. عندنا ال 145 موقع، نقول منهم 90 منهم اراضي زراعيه بيستعملوا الحاجات دي كلها. الغرض منها انك انت تخف الاستيراد من بره فتفيد البلد. ده واحد. يعني كمان بتهدفوا ان انتوا عشان مصر، عشان خاطر مصر. كلنا تحيا مصر. ايوه حقيقي والله. ما تلاقيش واحد من العساكر الا تحيا مصر ما شاء الله، كبير وصغير. ربنا يجمعكم في الخير دايما. فالنهارده بتعمل حاجه للبلد نمره واحد. تمام. واتنين للعيله، والعكس صحيح لو هو من العيله اللي هي يعني معنى كده يبقى خلق فرص عمل، عمل للشباب. كل الشباب بتوع العيله اللي سواء هيشتغل، المزارع هيشتغل، التاجر هيشتغل، الامين المنطقه هيشتغل. طب يا دكتور عشان احنا برضو وقتنا بيجري، يعني بصراحه بيجري جدا، حضرتك ايه اللي ممكن توجهه للعيله؟ مش هبص لي خالص الكاميرا مع حضرتك. انا اتمنى يبقى كلمه اخيره والله عشان. اتمنى ان احنا نقف ايد واحده لرفع شان هذه المؤسسه
لأن لو مشيت كما أنا أتخيل من 10 سنين بجاهد وأعمل موقع وعايز الناس تيجي تقعد فيه وتبات فيه، اللي بيسافر واللي بيجي من السفر لو ملوش مكان في مصر ينزل في المؤسسة، ده واحد. اتنين، المؤسسة لما تعمل مشاريع زي دي احنا مش قادرين، ده لو كل واحد دفع 100 جنيه في السنة زي ما انا عامل اشتراك 100 جنيه في السنة يعني 10 جنيه في الشهر علبة سجاير يعني. تمام. شوف ال 50 60 ألف دول هيعملوا ايه؟ كنواة بداية، نبتدي مع الناس، عندنا ناس كتير عندها فلوس كويسة الحمد لله وربنا يديهم يساعدوا معانا نقوم مشروع زي ده نبقى هوبا فوق. يا رب العيلة كلها تتكاتف وكل العائلات تعمل زي عيلة عسكر كده ويبقوا ايد واحدة ويعملوا مؤسسة ويشجعوا الشباب ان هم يشتغلوا ويعملوا البكرة ويفكروا في مصر، بدل ما احنا متخاذلين وبنتخانق مع بعض وبنخسر بعض عشان حاجات ملهاش اي معنى. يا رب نبقى ايد واحدة ونتقدم لقدام. في عندنا ايه بعد الفقرة دي عايزين عشان نقدر نختم لقائنا النهاردة مع دكتور محمد عسكر؟ اللي نتمنى طبعا الكلام معاك مش هيخلص، احنا ما اتكلمناش الطب ولا اتكلمنا حاجه، بس كان الهدف ان انت توصل معلومه كبيره مهمه جدا ان هي تنظيم العائلات يعني في مصر، وصله الرحم. صله الرحم دي حاجه افتقدناها قوي بالظبط، فبجد بجد حضرتك مثال وقدوه يحتذى بيها لله. يا رب كل الناس تقلد حضرتك. الحمد لله. دكتور عسكر انا بشكرك شكرا جزيلا. أهلاً طبعا بيك. على اولا سهرناك وانت مش متعود على السهر. اهلا بيك، اهلا نورتنا وتشرفنا بوجود حضرتك يا دكتور. طبعا انا كل عائلات عسكر بتتفرج على حضرتك ومبسوطين جدا جدا. معلش كانت المداخلات النهارده صعبه قوي في ان هي تبقى موجوده معانا، لكن دكتور عسكر هيعمل مفاجاه ان شاء الله باذن الله خلال الشهر الجاي، ويبقى في حلقه مخصصه ليه اسبوعيا انه يطلع يخاطب الناس، مش بس عسكر، يخاطب كل الجميع. دكتور بشكرك شكرا جزيلا. اهلا حبيبي، اهلا بيك، وجودك معانا انك اتحت الفرصه انت ومي ان انا اقعد معاك النهارده واطلع. شرف لينا يا دكتور، شرف لينا والله، حضرتك نورتنا. في ضجه بعد شويه ان شاء الله. فاصل بسيط ونستقبل ضيفتنا الكريمه عبير فاروق، فنانة المجتهدة الجميلة المتألقة. استنونا اوعى ترفع اي حاجة، استنونا بعد الفاصل مباشرة. رجعت لحضراتكم طبعا بعد لقائنا مع دكتور محمد عسكر عميد عائلات عسكر وطبعا استشاري طب جراحة الفم والاسنان. رجعنا بقى لحاجه جديده خالص، اول مره في صائد النجوم الواحد يحس ان هو البرنامج بقى ليه طله تانية خالص مع نجم بجد حقيقي. نجم الفن، نجم حلو ومتالق، سيبنا من الرياضه خالص. لا ده برضو رياضه، ده يبقى حاجه برضو رياضه. أيوة. تاني خالص، ازاي نحافظ على نفسنا وازاي نبقى شكلنا كويس. بسم الله ما شاء الله، هسيب الكاميرا النهارده وهفضل ابص قدامي للضيف. أيوة. على التالق الجميل المبدع النهارده الفنانه عبير فاروق، شرفت جدا بلقائها النهارده في برنامج صائد النجوم. صائد النجوم فعلا عارف يصطاد نجم. لا والله ميرسي جدا لذوقكم جدا، يعني نجمه جميله متالقه ومحترمه وكل ادوارك دايما دايما محترمه. ده الموضوع دايما يطول. دايما ده يطول النهارده على الاضواء. رسائل هادفه. الحمد لله مالكيش في الفن هابط خالص. لا خالص. دايما دايما مشرفانا. برحب بيكي طبعا النهارده في لقائنا، وان شاء الله باذن الله يكون لقاء مثمر لكل الساده المشاهدين اللي كلهم امل ان احنا نغوص في الفن والدراما بس بشكل بقى للقديم، للشكل المحترم يعني. صح صح، زي ونيس كده. زي ونيس. عايزين نرجع زي ونيس كده. انت بدايه حضرتك كمان كنت في الباليه، فن راقي جدا جدا جدا. انت بدايتك كلها راقيه ومتالقه ومحترمه زي. احكي لنا بقى دخلتي الفن ازاي؟ انا كنت الاول ركزت باليه، وبعدين استاذ محمد صبحي طلب وجوه جديده فرحت اتقدمت وابني، وابتدينا بقى التدريبات بدون وسايط، بدون معارف، بدون اي حاجه. بدون اي حاجه كويس. بدون اي حاجه، والاستاذ ما عندوش وسايط. لو انت مش هتنفع في التمثيل هيقول لك بصراحه ومش هيدخلك الفرقه. لو انت نافع في التمثيل هتخش، مفيش عنده هو واسطه، في عنده فن بس. يعني حتى في الفن وفي الرياضه في كل حاجه بقى المواضيع مختلفه دلوقتي، ان اللي واسطه وان اللي معاه فلوس بيعمل، وان اللي معاه فلوس بيشتري هوا، وان اللي بيشتري مش عارف انتاج، واللي بيعمل ايه بقى. الموضوع دلوقتي مختلف تماما عن قبل كده. لا لا، بس برضو الصحيح هو اللي هيدوم وهو اللي هيفضل. الموهبه هي اللي بتفضل. الموهبه هي اللي بتفضل. الجمهور كمان هو اللي بيقول، يعني مهما كان واسطه وبتاع، دخل حد بواسطه جمهور ما تقبلهوش، ما عندوش كاريزما، مش عارف يعمل فن، هتلاقي الجمهور انسحب من ناحيته. طب استاذ عبير، كنا زمان ماشيين في السينما المصريه على ان السيده الكبيره الله يرحمها امينه رزق متواجده في التمثيل، احنا يمكن وعينا عن الدنيا وهي ام بتطلع كله ام دورها بتقدمه بشكل كبير، ويمكن قليلا جدا في التمثيل المصري او الدراما المصريه ان نلاقي حد بيقوم بالدور ده، مش علشان شكله، عشان هو بيدي كمان ايحاء للفن او الممثل اللي قدامه
ده ام، انت كمان بتشيلي يوصل رساله معينه بالزبط. الادب والاحترام والاخلاق والتربيه، والتربية. والام ازاي الحنونه بالزبط. اللي بتربي في اجابتي في الدور ده جدا. طيب. جدا انت سؤال جداً. سؤال يعني حضرتك بسم الله ما شاء الله يعني حاسس صغيره على الدور ده، بس اديتي له شكل كبير ام قدامنا، لكن بسم الله ما شاء الله عليكي لا بس انا بحب دور الام بصراحه، لانه أيوة. عارف تبقى فيك مشاعر حلوه قوي، وام تبقى خايفه بجد، الام اللي هي بتاعت يعني، ولما في منها برضو دلوقتي اللي هي تبقى خايفه على ابنها، خايفه على بنتها، بترشدهم، فيها عطف كده وحنيه واسره كده ملمومه، انا بحب. طب هو ده، هل الدور ده ممكن بيدينا مثلا ايحاء ان احنا في الطبيعي اصلا نكون ده عشان نقدر نديه في التمثيل بشكل واقعي؟ والله بص انا عندي ابني، بس برضو انا يعني بعيش مع الشخصيه. بتعيشي مع الشخصيه شيء، وشيء تاني كمان لو انت عايشاها في الواقع بتخليكي قدام الكاميرا موضوع تاني كبير، بيبقى قصدك بيبقى الموضوع صادق، بس انا في حاجات بتبقى اكبر مني بس تمام. بعملها انا بحسها يعني مثلا في الفتوه اما عملت الام اللي هي كانت بتدور عليها وبعدين لقيتها وجت، عملت في كلبش دور الام اللي مدلعه الطفل ده يعني ضيعته تامر تمام يعني ما بين كده وكده، فدي حاجات انا مش عايشاها، بس انا بخش الشخصيه على طول بام. لما بنلاقي النهارده الفنان يعني بعيد شويه عن الاضواء، ليه مختفي؟ هل هو اختفائه بيبقى ظروف اسريه؟ هل هو اختفائه طبعا الفنان اللي هو احنا بندور عليه اللي هو عايزينه يتواجد في الساحه الفنيه عشان بيأدي حاجه هادفه، هل لانه مش لاقي دور كويس؟ هل لان الاتصالات مع المخرجين ليها مصالح معينه؟ احنا عايز اتكلم النهارده بشكل مختلف عن كل البرامج، وعايز اتكلم الحقيقه شويه. الحقيقه مر نسمعها. بس فعلا في فنانين كتير جدا وعمالقه واساتذه وما تعرفش ما يعني، وهم بيتعففوا انهم يسالوا حد كويس ولا انه يتصل ولا انه يعني، فده احنا اللي لازم المخرجين والمنتجين هم اللي دوروا عليهم تمام. لان الناس دي يعني فنت حياتها في التمثيل، فاحنا لازم ندور عليهم، احنا لازم نكتشفهم. في ناس بتعمل كده وفي ناس ما بتعملش كده، بس هو الممثلين العظماء دول عمره ما هيتصل بحد ولا يقول له انا عايز اشتغل تمام. في الظروف دي او الوضع اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده، هل ممكن ان انا ممكن يجي لي وقت اقول انا يا ريتني ما رحت التمثيل، او افنيت وقت ان انا امثل، لان اصبح الوضع مزري او مزري لبعض اللي احنا فيه دلوقتي؟ طبعا انا عارف ان اي حد ممكن يرد الاسئله اللي هي البديهيه او اللي هي الرد اللي هو ايه ما زعلش حد مني عشان ممكن يبقى هياخدني في لقاء. حضرتك هنا بتتكلمي في صعود النجوم، موضوع تاني خالص مختلف. الناس حبتك والناس شافتك على الشاشه بدور ام، يعني بتدي نصايح لاولادها واسرها، مش هصدقك النهارده في صعود النجوم الا اذا كنت بتتكلمي فعلا بصدق بره حته الام. اه طبعا. مش عارفه اقول لك ايه، بس هي طبعا بيبقى شيء مؤلم انك انت تبقى عندك طاقه وعايز تطلعها ومفيش حد عايز يكتشفها. يعني مش عايز اكتشفك في حته ثانيه، بيحطوكي دايما في نفس الدور اللي انت اجدتي فيه. بس مثلا بيغيره. في ناس معينه مخرجين معينين فيجي يقول لي لا تعالي نغير دور الام، فيحطني مثلا زي طاقه قدر كده لسه هقول لك استاذ محمد مصطفى بجد هو كان دور مختلف بس اجدتي جدا. بحب انا عجبني يعني، برافو. قال لي تعالي نغير الام، تعالي نعمل دور مختلف، فلقيت الناس برضو حبتني فيه. بس بعد كده برضو ما حدش طلبني غير في ام. في الفقرات الرياضيه عندنا بيبقى عندنا حاجه بنعملها، بنجيب اللاعب او المدرب او الشخصيه الرياضيه موجوده وبنعرض له مجموعه صور كده معينه وبنفاجئه بيها، بنقول له الصور دي والشخصيات اللي موجوده معانا على الشاشه عايزين نعرف رايك ايه، وكل رد هتقوليه على شخصيه معينه هو له معنى وحيد، مش مثلا هنظهر الصوره وتقولي اه ده انا بحبه او لا انا بكرهه او لا، انا عايز الرد اللي هو حضرتك ايه الشعب المصري مستنيه، اذا كان مفتقده او اذا كان حبه او اذا كان هياخد منك الكلمه. النهارده مش هسيبك الا بحاجه مختلفه. هي حاجه مختلفه فعلا. مختلفه؟ طيب الحمد لله ان احنا مختلفين نوعا ما. مخرجنا الجميل هيظهر لنا الصور. طبعا محمد عبد السلام النهارده وسيد موجود معانا، سيد نجيب، ناس جمال جدا جدا في الاستوديو، ومعانا عمرو طبعا. نبدا باول صوره ونشوف دي ليلى علوي. فنانه كبيره ليلى علوي. دي تاريخ. جميله الجميلات. دي تاريخ. احنا عايزينها يعني، جمهور الذات نفسه عايزها، هي مقله قوي. تفتكري مقله ليه؟
ما بيتعرضش عليها برضو ادوار مناسبه هي تقبلها مثلا؟ ممكن، انا ما اعرفش هي، بس هي ممكن. بس هي اخر مسلسل عملته تقريبا مع استاذ خالد الصاوي، كان مسلسل كان حلو. حلو جدا. ممكن تكون ما لقيتش فكره زي دي مثلا. طب اسالك سؤال تاني على حته ليلى علوي، هل ليلى علوي لو ظهرت دلوقتي في وضع تمثيلي معين مش ممكن انت تقولي يا ريتك يا ليلى ما طلعتيش في الدور ده، او يا ريتك ان انت رجعتي تاني بالشكل ده؟ والله ممكن، صح. بس انا شايفه ان هي زي ما هي، يعني لو رجعت حتى هتبقى حاجه حلوه. طيب. كفر دلهاب حاجه كسرت الدنيا، من الممثلين العظماء المحترمين اللي انا بحبهم واعمالهم كلها جامده وكلها هادفه جدا، وبيعمل دلوقتي حاجه اللي هي المسلسل الجديد. عاجبك فعلا اداؤه في التمثيل؟ بيعجبني جدا، وبعدين انسان ملتزم جدا والناس بتحبه قوي، وتحس ان هو حاطط نفسه في حاجه معينه، حاجه مختلفه، حاجه مختلفه ومتجدده، مش حاجه كل الناس لا. بتعملها ودايما يعني يميل للحاجه الجديده. ايوه. اللي بعديه بيومي فؤاد. الكوميديا ده احنا محتاجينه بقى، ده بقى الكوميديا محتاجين ده محتاجين البسمه في الايام دي، احنا محتاجين البسمه دي. بيومي فؤاد ظهر في فجاه في سنه واحده وبعد كده خلاص، يعني هو هل احنا هنا في مصر بنبدا ناخد الشو فتره معينه ونختفي عشان يطلع حد تاني للاسف ياخدنا لتحت؟ يعني اذا كان في ضحك في ابتسامه طبيعيه، ليه دلوقتي ابتسامه بقت مصنوعه بالفلوس؟ لا بس بيومي ما اختفاش على فكره، هو لسه موجود ومتألق. بس اول ما طلع كان رهيب قوي، يعمل فيلم تسليم قال ان لسه مخلصاه معايا دلوقتي. كويس. وبعدين على فكره الضحكه ما بتشتريش ابدا، ما حدش يقدر يشتريها بالفلوس. برافو عليك، هو ده انا كنت عايز اسمعه. بس هو ده اللي بعده الزعيم. هو بيقول لك انا ما هو بيقول يعني ربنا يديله الصحه يا رب. طيب الزعيم عادل امام، اكيد في طبعا كل ناس، كل سيدات وكل الفنانات كانت بتحب ان هي دايما تبقى قدام الزعيم عادل امام. طبعا. كويس. ليه؟ هو شخصيه قيمه وقامه كبيره عبقرية. جدا انا اشتغلت معاه على فكره في اول حياتي برضه في الزعيم، مسرحيه الزعيم. مسرحيه الزعيم كنت لسه استعرضت. طبعا دي كانت اول مسرحيه اكيد في الشرق الاوسط تعرض بالسنوات دي كلها. وتقريبا وسيد الشغال. وسيد الشغال وليه جماهيره والناس بتحبه، هو عنده كاريزما كده حلوه، كوميديا عفويه مش مصطنعه. جميل. انا اشتغلت معاه وهو اللي حببني على فكره برضه. اخر جيل الناس المحترمين اكيد في، بس ما نقولش اخر بقى محترمين، الناس دي هتفضل طول عمرها هي اللي عملت كل الفن ده. تفتكر حضرتك الجيل الجديد فيه حد بنفس القيمه دي الفنيه والثقافيه ونظرتها للصوره بتقول ان خلاص اللي بعده الناس دي مش هتتكرر؟ الفنان الكبير شريف منير، مش عارفه انت بتجيب كل الناس الحلوه اللي احنا عايزين نشوفهم فعلا على الشاشه. عشان انت حلوه معانا لازم نجيب لك حاجه تليق على ادوار، وبياخد ادوار تلاقي فيها بصمه كده، لازم حتى لو الدور مثلا بسيط مش كبير بس تحس ان ليه طله. انا بحبه جدا. كويس. وبيوجه رساله معينه. وهو انسان رائع على مستوى. في حاجه ثانيه معانا يا مخرجنا؟ الله، ده ايه ده؟ ابويا واستاذي واب روحي اللي حببني في الفن واللي علمني واللي ليه فضل عليا يعني مدى عمري. تخيلي انا الفنان محمد صبحي، طبعا انا بتفرج عليه يعني من زمان، يعني مش عايز يقول بس سنه عشان الناس ربنا يديله الصحه طبعا. ما شاء الله عليه، يمكن حضر اجيال، وفي تمثيله كان بيناسب كل الاجيال لما بيطلع يتكلم، يعني في الابيض والاسود كان بيتكلم بطريقه معينه، وفي الالوان بيتكلم بطريقه معينه. لما كبر وبقى الحلقات اللي عملها وكل يوم كنا بنتفاجئ بفكاهه جديده بشكل جديد بوضع جديد بحاجه جديده، اثر. مثالي دلوقتي ما بقاش حتى يحب يظهر، زهق، مش عايزين نقول قرف، بس هو زهق من الوضع الحالي. مش قوي. هو الاستاذ يعني لا يكل ولا يفل. تعترفي ان فيه فن هابط؟ اكيد اكيد اكيد. التصريح ده مهم جدا، لان دلوقتي طبعا نقيب الممثلين كان زعل ان في احد نواب مجلس الشعب قال في فن هابط وفي فن كويس. طبعا ما نقدرش نقول ان في الفن كله، لا مش الفن كله، في حاجات هابطه والناس اكيد هتنسحب منها، هيفضل برضو الهادف. طب احنا امتى بقى يبقى عندنا الحاجه الهادفه اللي تاخد ترند؟ لما هم يعني هم مين؟ مخرجين ولا المنتجين؟ يسمعوا الناس اللي انت شفتهم دول دلوقتي اللي انت عرضتهم انهم يطلعوا بمساحات كبيره على الشاشه. طب ليه حضرتك ما حاولتيش انت؟ ولا عزة النفس تبقى كبيرة؟ أحاول إزاي؟ شايفين حضراتكم بقى المواضيع لما بتتكلم بشكل كبير، طبعا احنا مباشر، فاحنا لا محضرين أسئلة ولا بنبص في ورق ولا بنقول، ولكن احنا بنخاطب فئة كبيرة جدا من الشعب،
فئة بتشتغل على نفسها وبتحترم نفسها وبتتألق بشكل كبير. خسارة جدا وكبيرة جدا لما يكون عندنا مواهب سواء في الإعلام أو في الإذاعة أو في الرياضة أو في أي حاجة. ممكن يبقى ابنك عنده اختراع وعنده حاجة كويسة جدا وعايز يظهرها بشكل كويس، هروح أخبط على الناس وأقول لهم خدوا الاختراع بتاعي أو الشكل بتاعي؟ لا طبعا، لا طبعا. بس أنا عايز أقول لك برضو الناس برضو هي حابة كده، يعني حابة دول وهتفضل حبيهم. بتتفرج على أبيض وأسود؟ أبيض طبعا. ليه؟ عشان ما تفهمش الأفلام دي بتعيش، مهما اتفرجت عليها تحس إن أنت لسه بتتفرج عليها لأول مرة. وفي افلام كتير انا. طب ليه بقى انت مقله في السينما طالما انت عارفه ان السينما تاريخه بيعيش؟ لا والله انا عملت كام فيلم لسه، في تسليم اهالي ينزل، وفي فيلم مع استاذ وائل عبد الله برده لسه هينزل برده لسه جدا ما شاء الله. وعملت من 30 سنه. مش عايزين وجوه جديده زي كده مثلا حضرتك طبعا تنفع فيعني لسه، بس هي السينما مقله فيها انت مش يعني مش ركزتش فيها او ركزت في الدراما اكتر. ولما ابتديت اتعرف بقى ابتديت اركز دلوقتي. بس حضرتك اخترتي في الدراما حاجات جيده جدا، حاجات كلها مسمعه، كلبشه، خيانه، غمضه عين، حاجات كتير قوي كلها فعلا ليها تاثير في الدراما حلو قوي. الحمد لله. طب برافو عليكي بجد، اختياراتك جيده. اكيد ده برضو خلينا من اختياراتنا ان احنا ما نجيبش غير الناس المحترمه والناس اللي فعلا يعني. انا مش عايز اقول لك ان انا بشكر جدا عبير المعده المجتهده، نظرتها كمان في اختيارات الضيوف حاجه محترمه جدا. انا عايز اقول لك انا اللي بشكرها جدا، لان انا برضو اتفرجت على البرنامج ولقيتكم بصراحه بتتكلموا في حاجات انا بحبها. يعني انت زي ما اتكلمت كده دلوقتي في الحاجات اللي هي بتاعت زمان والحاجات المحترمه والهادفه. ف ما هو اصلا انا تعبت، انا عندي اولادي في البيت ما بيتفرجوش غير سليمان الرفاعي، مش عارف اسمه ايه، واخد بالك ازاي؟ واللي يخش على القهوه يكسر. ابني الصغير بقى قد كده وعايز يمسك سكينه او مطوه عشان يخش يدبح في الناس. ما هو ده بقى المشكله. انا بقى مش عايز ده، انا عايز بقى عايز دخل بيوتنا نحاول على قد ما نقدر، وحاجات غير عاداتنا وتقاليدنا خالص بقت هي دي اللي موجوده ومجبرين نتفرج عليها لان ما فيش غيرها. حتى في رمضان بيجي حاجات ومشاهد ما يصحش ان هي تيجي، يعني مش دي الرساله اللي احنا عايزين نوصلها. حتى لو هي موجوده في مجتمعنا مش بنقول نداريها، بس يعني يا جماعه نطلع الحاجه اللي نقتدي بيها مش الحاجه اللي تضرنا في حياتنا. ده حقيقي، ما هي الحاجات دي قوي بنشوفها في حياتنا. بس دور الرقابه، الرقابه للاسف الشديد لما بتيجي انت تقولي كلمه دور الرقابه، الرقابه تقول لك احنا شغالين، احنا مش عارف ايه. اي مؤسسه خارج مؤسسه الجيش، اي مؤسسه تاني في مصر بتلاقي فيها الفالح والطالح والرايح واللي جاي، بتلاقي فيها للاسف الشديد. انت احنا دلوقتي عندنا كام قناه تقريبا على نايل سات؟ كتير قوي، داخلين مثلا في 10,000 ولا حاجه قنوات كتير. كميه الافلام اللي بتتعرض، ويمكن دلوقتي بقى في فنانين ليهم اسامي على قنوات بتاعتهم، الاسطوره اللي مش عارف ايه، الشبح، الكلام ده كله، كميه افلام كبيره جدا. انت لسه قايله دلوقتي معلومه ان انا بتفرج على ابيض واسود، عندك الريموت ماسكاه في ايدك عماله تقلبي عشان تشوفي بس ابن حميدو، تشوفي العذراء والشعر الابيض، سيده القصر، شوفي سيده القصر. انا بجيب حاجات مسميات، انا بقعد لما زوجتي في البيت تقعد تقلب كده، سيب ده واقعد اتفرج، ولادي يروحوا قايمين سايبيني من جنبي وماشيين، هو اللي تتفرج عليهم حاجات قديمه. انت موديل قديم، بس دول جيل احنا بقى اللي لازم ناسسهم من دلوقتي. لازم ناسسهم من دلوقتي. ناسسهم اساس ازاي بقى؟ هقول لك يا دكتور عبير، اللي احنا عايشين فيه ده. هقول لك يا دكتور عبير، ابص للكاميرا واخاطب الناس كلها واخاطب كل المسؤولين واخاطب الناس كلها، لانك بتتكلمي عن لسان ام، بتتكلمي عن انسانه متزوجه وليها اسره عايزه تحافظ عليها من خلال الفن والدراما ومن خلالها. بص للشاشه قولي كلمتك الاخيره. والله انا اتمنى ان الدراما يعني يهتموا بيها اكتر، والمشاهد اللي احنا بنشوفها دي اللي بتاثر في اولادنا يعني تبتدي تتقلص، ونرجع تاني للحاجات اللي هي زي زمان، اسامه انور عكاشه واللمه والعيله وونيس واهالينا وازاي ونربي ازاي الاجيال وازاي يتعلموا ايه ويقولوا ايه وايه الصح وايه الغلط. انا نفسي في ده. كلنا في مصر، ليس فقط الدراما المصريه، ايضا الرياضه المصريه، التجاره، السياسه، كل حاجه نفسنا فوق الرئيس مش هيحط عينه على كل حاجه، اللي تحتيه هم اللي المفروض يدوروا على ده ويبداوا يتحركوا في ده عشان اجيالنا وعشان بيوتنا. اختملنا الحلقه. نورتينا استاذ عبير فاروق، اتشرفنا بوجود حضرتك. نتمنى يكون في ممثلين زي حضرتك كده يشرفونا ويقدموا رساله هادفه، واتمنى اشوفك في ادوار ثانيه واشوفك في السينما قريب جدا جدا. يا رب. وما تبقيش مقله تاني. لا نورتينا. استنونا الحلقه الجايه برنامج صائد النجوم الجمعه الجايه ان شاء الله. اشوفكم على خير، تصبحوا على خير.